صارت الحرب، خسرنا البيت، اضطرينا أن نطلع ونتهجر ونقعد بالأجار، ما ضل عنا غير راتب زوجي. يعني كانت الكثير الحياة صعبة. يعني سمعت بجمعية كاريتاس الخيرية إنه هن عم يقدموا مساعدات إنسانية حتى التعافي. مولت أول شيء بمبلغ مادي، أخذته على 6 شهور. عندي مشروع تربية أغنام وحابة إنه يكون عندي أغنام. بقى أنا كونه عندي أنا مكان ومجهزته، بقى استغليت هذا المبلغ كله إني جبت 4 غنمات حاطين كانوا على الولادة. بعد فترة قصيرة ولدوا، هلأ صاروا 8. عم نشتغل على مرحلة التسمين هلأ مشان الخواريف الصغار. بعد فترة أنا فيني بيعهم وأرجع أجيب غنمات معاهم كمان أولاد صغار، هيك بيكون المشروع صار أكبر وأحسن وبصير الإفادة إلي أكبر. يعني التفاعل أسرتي مع المشروع كان كتير حلو وإيجابي، بيعطوك دافع انك تشتغلي، انك تقوي حالك، انك تطوري حالك. بتحسيهم كلهم بدهم انه يساعدوني. هلا هو المشروع صحيح هذا صغير، بس انه انا حابه يكون اكثر من هيك. يعني لانه بتعرفي الظروف اللي عم نمر فيها، وانه انا عندي اولاد عم يدرسوا، يعني انه انا حابه ما اكون مقصره معاهم ابدا. يعني انا بالنسبه لي هاي حلمي، هاي مستقبلي، انه اقدر اكون مأمنت لهم كل شيء وقت لأي حدا بده يدرس ما يكون في أي مشكلة. يعني